لمزيد من التفاصيل حول ثورة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي فايز شاوش. أهلا بكم سيدي. حياك الله ومرحبا. أستاذ فايز، كيف يفسر إصرار المتظاهرين واستمرارهم في التظاهر بأعداد كبيرة خاصة اليوم بالرغم من القمع المفرط من قبل القوات الحكومية والميليشيات؟ يعني مع كل المعاناة خلال 16 إلى 17 عام للشعب العراقي والبطالة وسوء الخدمات والقتل وانتشار المخدرات والعصابات المسلحة، فعندما اقتنع الشعب العراقي الآن بأن لا خلاص للعراق وعودته إلى وضعه الطبيعي واستقراره والحفاظ على أمواله إلا بإنشاء ثورة، بقيام ثورة للقضاء على هذه الطبقة الفاسدة من الأحزاب والكتل التي حكمت العراق منذ 2003، وبالتالي هناك عوامل تؤكد بأن لا تراجع في هذه الثورة، من أهمها في هذه الأيام التي حصلت عندما كان مقتدى الصدر يغرد من طهران ويدعي بانه مساند للثوار. هل يعقل بان ايران تدعم الثوره ضد حكومه واحزاب وكتل هي تمثل ارادتها في العراق وبالمنطقه؟ طبعا لا. فهذه كشفت زيف مقتدى الصدر بالاضافه الى محاولته ركوب موجه الثوار للحصول على مكاسب سياسيه بالمستقبل. وهناك نقطه هامه وقويه جدا، هناك فرق ما بين الكتل والاحزاب التي حكمت العراق والتي تسعى لتبقى تنهب ثروات العراق وتقتل بابناء العراق لتجيره الى ايران مقابل املاء جيوبها، وهناك فرق ما بين الشعب يسعى لاعاده وضع اعاده العراق الى سيادته وكرامته والحفاظ على ثروته وابنائه وهلويته العربيه. نعم. الوطنيه. نعم. العوامل. تفضل. نعم. تفضل. بالإضافة إلى هذا القتل، مئات من الشهداء وأكثر من 25 ألف مصاب وأكثر من 15 ألف مختطف ومختفي قسريا، هذه العوامل تؤكد بأن هذا الشعب لن يتراجع على الأطلاق، بالإضافة إلى أنه هذه الحكومات المتعاقبة استهانت بهذه الشعب العراقي وبعشائره الكريمة لمدة 16 عام، وإن الشعب العراقي يبدو بأن الآن عازم على مواصلة هذه الثورة وإلى إنهاء جميع ما جاء به الاحتلال بعد 2003. نعم. في هذا السياق بالحديث عن هذا التكاتف بين الشعب العراقي في كل المحافظات، حديثكم أيضا وإشارتكم إلى مقتدى الصدر، المتظاهرين اليوم في تظاهراتهم أصروا على نقطة أن من انسحب هم إخوة وهم عراقيون مثلهم أيضا، وأصروا أيضا على استمرار هذه التظاهرات. ما مدى أهمية هذه اللحمة بين جميع أفراد المجتمع العراقي؟ يعني بكل تأكيد اللحمة العراقية الآن تؤكد بأن الثورة ماضية في طريقها الصحيح، وبأن هناك انتصار محقق 100%، وبالتالي من يدعي بأنه من جماعة مقتدى الصدير أو من جمره أو من زماته بأن هناك مظاهرة مليونية للصدير، لن تخرج مظاهرة مليونية. المظاهرة المليونية هي للسائرين في جميع محافظات العراق بالإضافة إلى العاصمة بغداد، مدينة القرار العراقي. وهذه الحالات تؤكد بأن لا تراجع، والثوار عازمون والشباب عازمون، بالإضافة إلى التحاق طلبة الجامعات والكليات الطبقة المثقفة. نعم. في هذه الثورة، وعندما تلتحق الطبقة طلبة الجامعات والكليات في كل دول العالم من المعروف بأنها تقوم بنجاح أي ثورة في أي بلد في العالم. نعم، لكن لماذا قوبل هذا الحراك الشعبي اليوم تحديدا، سواء من طلاب أو باقي المواطنين الذين خرجوا في مختلف المحافظات، لماذا قوبلوا بالقمع والعنف المتواصل منذ تشرين الأول؟ اليوم يعني فقط استشهد متظاهر وأصيب العشرات. بكل تأكيد عندما تشعر الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة والمتمسكة بالسلطة من أجل نهب ثروات العراق وإعطاها إلى إيران بحجة إيران محاصرة اقتصاديا، هذا يؤكد بأن هناك يشعرون بخطر، وبالتالي
يزيدون من استهداف الثوار، ولكن هذه الطبقة وهذه الشباب التي خرجت بالبلايين لن تخشى هذه الطلقات أو هذه العيارات النارية، بل إنما تزداد قوة ومعنوية وإيمانا بقضيتها من أجل استرجاع العراق وهيبته وكرامته، ومن أجل رفع هيمنة إيران على العراق وعن جميع دول المنطقة. نعم، أيضا كانت جميع ساحات الثورة اليوم كما ذكرنا شهدت توافدا لحشود غفيرة من المتظاهرين شاركوا نفس المطالب التي رفعها المعتصمون منذ 4 أشهر. كيف يمكن تقييم مسار الثورة حتى الآن وثباتها بعد مرور كل هذه الأشهر وسقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى؟ يعني أولا إذا حصرنا الثورة، هذه الثورة بهذه المدة الشهرين أو 3 أشهر، هذا تحليل خاطئ. هذه الثورة هي امتداد لثورات سبقت في عام 2011 وفي عام 2012، وبالتالي جذورها ثابتة وجذورها متفرعة لدى جميع محافظات العراق، والآن أصبحت مسنودة من العشائر في محافظات الجنوب والوسط وفي بغداد وفي كل العراق. وهناك منظمات إنسانية ساندت هذه الثورة، وهناك منظمات حقوقية، والأمم المتحدة أعتقد بادرت مرة أو مرتين ولو مبادرة خجولة، وبالتالي بأن العراقيين عازمون على هذه الثورة ومستمرين لحين تحقيق النصر، لأن لا تراجع بعد هذه الثورة. لا سامح الله إذا تراجعوا فقد يشتد ضد هذه الأحزاب والكتل مرة أخرى، ولن يرحموا أبناء الشعب العراقي في المستقبل، بل إنما الآن انهاروا وسينهاروا أكثر، وسيتحقق النصر على أيدي شبابنا من هذه الشباب العارية والشباب السلمية التي في صدورها تقتحم رصاصات المتطرفين والطائفيين ذات الولاء لإيران وميليشيات إيران. شكرا جزيلا لكم الناشط السياسي فايز شاوش، كنتم معنا عبر الهاتف.